أشكر لسيادتكم هذا الاستقبال فور وصولكم على أرض مصر. شعور حضرتك على أرض مصر الآن بعد ساعتين من وصولك؟ حضرتك بتشعر إيه وأنت على أرض مصر؟ انا طبعا انا فرحان جدا ان جيت مصر. يعني طبعا انا عندي الدم مصري شويه منه، 50% من 100% يعني ماما مصريه وابويا من غانا. طبعا عندي جنسيه غاني، يعني طبعا السفير بتاع غانا بمصر هنا يعني. وفرحان جدا يعني مصر يعني بلدي كمان يعني بلدي. في علاقات كبيرة جدا بين مصر وغانا من الخمسينات والستينات ومن قبل كده كمان، لكن توقفت في الفترة السابقة والنظام السابق ما كانش فيه اتصالات كبيرة جدا مع غانا. حضرتك متصور الفترة اللي جاية بعد الثورة المصرية هيكون مستقبل العلاقات ما بين مصر وغانا لا ان هيكون شاء ازاي؟ ان شاء الله هتكون كويس قوي. طبعا كل واحد عارف الثوره، بس اللي حصل المصري يعني كلنا بنسال ربنا ان شاء الله. يعني الانجليز بيقولوا بنقول على الاستابيليتي بتاع مصر هي مهمه قوي قوي، عشان طبعا كل واحد عارف مصر هي ام الدنيا. عاوزين نكون نشوف مصر بقى تكون ام الدنيا تاني كمان بإذن الله إن شاء الله. بعد حلقات بين غانا ومصر طبعا في حاجات كتير ممكن نعملها بين اسمها الحكومة المصري والحكومة بتاع غانا، في حاجات كتير ممكن نعملها إن شاء الله. بس على بنسى ربنا يعني البيس وستابيليتي تيجي في مصر هي المهمة. الناس بتنتظر بشوق كبير جدا ان يكون في علاقات ما بين مصر وغانا، لكن الملفت للنظر ان حتى هذا الوقت ما فيش بنك مصري او فرع البنك المصري في غانا، وما مفيش فيش شركة سياحة موجودة او مكتب سياحي في غانا صح مصري. صح فايه الجديد اللي ممكن يتم في هذا الشأن؟ لا كلامك صح. بس طبعا انا لسه جاي، انا في حاجات كتير انا عايز اعملها بين غانا ومصر ان شاء الله، ونسال ربنا بس ان شاء الله ربنا يسهل، بس كل حاجه بقى تمشي زي ما احنا عاوزينها باذن الله. ايه رأي حضرتك فيما حدث في مصر والثورة المصرية؟ الثوره المصريه يعني الثورة 25 يناير. طبعا الثوره دي يعني هقول ايه بقى، الثوره دي ده حاجه مصري يعني، مش احنا بس بنسال ربنا ان شاء الله ان ربنا يجيب خير في مصر، هي المهم الخير تيجي في مصر البلد دي عشان بلد كويسه. النصف 50% مصري و50% من غانا. غاني. ابويا غاني، ابويا كان اول غاني يجوز مصريه، أول غاني اول غاني يتزوج يجوز مصرية. اي يجوز مصريه. متجوز ماما 62 سنه، متجوزين 62 سنه. الحمد لله الحمد حضرتك لله. اتربيت في مصر فترة كبيرة، يعني كنت بتيجي زيارات في مصر؟ انا باجي زيارات قوي يعني، في مره باجي مرتين ثلاثه في السنه. وطبعا قعدت في مصر في الستينات، في بعد الانقلاب في غانا في 66 جينا مصر من وقت جمال عبد الناصر، كان لنا سكولارشيب وحاجه زي كده كله. قعدت في مصر باربع سنين بس بعد رجعت بس. ايه اكتر حاجه مشتركه ما بين المصريين والغانيين؟ نقول على الكورة ولا ايه؟ الكورة. الكورة هي عايز كل واحد بيتكلم على كوتوكا بقى يعرفه، بس بيعرفه بس يعني كوتوكا هي غانا طبعا. طبعا مصر غانا الكورة يعني كل حاجة ماشية كويس معانا ان شاء الله. اكتر حاجة مشتركة هي هي كرة كورة هي كورة هي كورة هي كرة القدم. هي كورة. في حاجات مستقبلية حضرتك بتفكر فيها في المستقبل خاصة في العلاقات ما بين مصر وغينيا؟ لا في أول خطوة هتحب تنفذها ايه؟ اول حاجه عاوز انفذها هي التريد بالانس بين غانا ومصر، هي مهمه قوي قوي التريد بالانس. في حاجات كتير كمان اللي يعني طبعا في غانا دلوقتي عندنا شركات من مصر اول اربعه منهم في الاندستري يعني بسرعه ويعملوا كويس كمان يعني الحمد لله. بس في حاجات كده ان شاء الله هربت في حاجات كده بإذن الله، بعد الشهر كده إن شاء الله هنشوف حاجات خير كده هتيجي بين غانا ومصر بإذن الله. إيه أكتر حاجة بتعجبك في مصر؟ مصر؟ أكتر حاجة بتعجبك في مصر؟
المية النيل. المية النيل ليها طعم تاني مختلف. هقول ايه بقى يا مصر؟ مصر طبعا مصر هي ام الدنيا. خلاص هقول لك ايه تاني. اكتر حاجه بتعجبك تاني في مصر او مميزه انت بتشوفها خاصه بمصر؟ الناس طيبين وكويسين يعني كده. الحمد لله. تحب تقول ايه للمصريين في الفتره اللي جايه بما انك هتكون سفير حاليا دلوقتي لا عشان يبقى في تعاون بين مصر وغانا؟ لا في حاجات في خير كتير جايه. مش عايز بين كل حاجات دلوقتي، بس في خير كتير جايه بين غانا ومصر باذن الله. في خير كتير جايه ان شاء الله. انا من القناطر واسم العيله عيله الروبي. عيله الروبي دي طبعا عيله كبيره قوي في القناطر، والحمد لله اتغربت ورحت قعدت اكتر من عمري في غانا، انما اشكر ربنا غانا برضو بلد كويسه، واهل غانا ناس طيبين وكلهم كويسين، والحمد لله على كده. ربنا يبارك في مصر، هي اهم حاجه عندي هي مصر في حياتي وفي عمري في كلي. ربنا يبارك في مصر يا رب. حضرتك زرت القناطر في الفتره اللي فاتت؟ والله ناويه تزوريها قريب؟ لا انا ناويه ازورها باذن الله الدور ده. شعور حضرتك ايه وانت متواجده حاليا دلوقتي بعد فتره كبيره وابن حضرتك سفير لدوله افريقيه دوله غانا؟ طبعا يعني ده حاجه يعني تفرح كل انسان، وانا مبسوطه جدا جدا ان ابني يعني سفير في بلدي مش اي بلد تانية، واخته بنتي انا الكبيره هي برضو كانت حرم السفير في مصر هنا، واخوها هو كمان جه بقى سفير هنا. يعني اشكر ربنا واحمده، ما فيش احسن يعني خير من ده كله، الحمد لله. الفرق دلوقتي حضرتك عشت في غانا فتره كبيره جدا، هل في فرق بين المراه الغانيه والمراه المصريه؟ والله انا دخلت غانا ايام ما فيش اسمه غانا، اسمها جولكوس. يعني قضيت حياتي كلها في غانا، بس يعني الامراه المصريه ما فيش مثلها. مش بتكلم عشان انا مصريه او كده، ما فيش في العالم كله ولا زي مصر ولا الامراه المصريه، ما فيش لا في العالم كله. حضرتك دلوقتي عصرتي فتره قديمه وفتره حديثه بعد الثوره، ثوره 25 يناير اللي شفت فيها الراجل والست نازلين هما الاثنين في قلب ميدان التحرير بيطالبوا بالتغيير، ايه راي حضرتك حاليا؟ طبعا دي احسن حاجه، واهم حاجه كمان للست كمان، مفيش اعظم من الامراه المصريه في العالم كله. انا رحت امريكا ورحت لندن وفرنسا، مفيش في العالم كله زي المصريين، ده الست الامراه المصريه مفيش زيها. ايه راي حضرتك في الثوره المصريه؟ طبعا ثوره جميله ونحمد ربنا، ولازم كل واحد يعرف مفيش زي مصر. انا لفيت بلاد كتير مفيش زي مصر، كفايه بس الروح بتاعت مصر. نشكر ربنا على كل الحاجات دي كلها، الحمد لله. تحب تقولي ايه لكل سيدة مصرية في الوقت الحالي؟ احب اقول لهم الست المصرية مفيش مثلها، الست المصرية اصيلة مفيش مثلها في العالم. مهما تتغرب تروح امريكا تروح هنا مفيش، الست المصرية يعني زي الراجل بالظبط، اعظم ست في العالم. بس انا بتكلم مش عشان انا المصريه يعني بمدح في نفسي او حاجه زي كده، لا في زي الست المصريه. حضرتك كنت حريصه ان انت تعلمي اولادك وابنك سيد السفير اللغه العربيه؟ والله انا كنت حريصه، ما عنديش اي شغلانه الا تربيه اولادي. انا ربيت اولادي 8، 4 بنات و4 صبيان، والحمد لله علمتهم، راحوا طلعوا امريكا برضو خلصوا الدراسه بتاعتهم، واشكر ربنا واحفادي، حتى انا نفسي احفادي اساميهم، حتى ساعات اقول لهم فكروني اسامي احفادي ايه. نشكر ربنا على كل ده. بيتكلموا مصري وعربي؟ بيتكلموا اللغه المصريه كلهم؟ بيتكلموا كلهم اللغه المصريه، وطبعا تعليم هناك عشان انجليزي بيتكلموا، كله احفادي واولادي كله بيتكلموا. الحمد لله.
وربنا ينصر مصر إن شاء الله. ربنا ينصر مصر يا رب، وشباب مصر وجيش مصر وكل حاجة لمصر. الحمد لله.